ما الفرق بين روح الله وبين رحمة الله، حيث أن بعض أهل العلم يقول أن تفسير صفة بأخرى مطابقة من مسالك الغلط؟ إيش؟ يقول ينقل عن بعض أهل العلم أن تفسير صفة بأخرى مطابقة من مسالك الغلط. إيه؟ الغلط ها؟ من مسالك الخطأ. ها؟ من مسائل إيش؟ مسالك مسالك إيش؟ الغلط. الغلط؟ نعم، هذا كلام غير معروف، ومن هو اللي قال الكلام هذا؟ يحتاج إلى أن يعرف من هو ويعرف دليله ومستنده. نعم، الإنسان ما يقول على الله بغير علم، ما كلفه الله. نعم.